wadaninimo iyo farxad iyo faanfaan iyaga oo qiimeynaya isla markaasina muujinaya sida ay ugu faraxsan yihiin maalintaasi farxaddaasi oo ka imanaysa maalintii 27-kii Juun 1977-kii oo ahayd maalintii aday qaraa wakiilkii maalintii xaqdarridii xaq uu bedelay maalintii madowgii cadaanku bedelay maalintii qaraarkii macaanku bedelay waxana maalintaasi ay tahay maalin dadweynaha reer Jabuuti aad qiimo iyo qayaba ugu leh waxana garoonka kubadda cagta ka socota kooxhii hidaha iyo dhaqanka kooxdii 4 Maars ee xisbiga RPP oo isku diyaarinaya sidii munaasabadaasi dadweynaha ay ugu muujin lahaayeen barnaamijkii ballaadnaa ee ay ugu talagaleen dadweynihiina waxaa ka muuqata iyaga oo maamusaya maalintaasi maamus iyo tixgelin ay siinayaan maalintaasi waxana weli garoonka kubadda cagta ka socota isku diyaarintii munaasabadda ballaaran ee lagu xusayo sanad guraha afraad ee gobolnimada markan waxaan idinku wareejinayaa saaxiibka Nucmaan أيها الإخوة المواطنون اليوم 27 من يونيو يوم الاستقلال فيه يحتفل شعبنا بالذكرى 4 للاستقلال الوطني في هذا اليوم يكون 4 سنوات تكون 4 سنوات قد انقضت على بداية الاستقلال بداية مسيرة النضال والعمل وفي مثل هذا اليوم من كل عام يستعيد شعبنا بالفخر والاعتزاز إقدام وتضحيات وكفاح الرجال وبهذه المناسبة كما أشرنا نحن ننقل لكم وذلك عن طريق الإذاعة والتلفزيون مباشرة على الهواء المهرجان الشعبي الكبير الذي سينظم أو ينظم هذا اليوم بمناسبة الذكرى 4 للاستقلال الوطني الملعب وكما قد أشرت وأشار زملائي مكتظ بالمواطنين وهناك مئات من المواطنين خارج الباب أو خارج الملعب ينتظرون الدخول كل بدوره وأرى أمامي بعض المواطنين وهم يمرون من المدخل الرئيسي كامل يكه روك التم وجملي عران كبار نور ركحته أجدايل مجاكيته كه دبلته وجملي بعدت كه ننجله ننايرو بداي بر المجاع اللسولي كامل يك مدعين جيتو ضد بانك إسامه دين رفته أمو بدأ أهجيتو كه يك عنايرو أجت نكع سبورا أمتين كه كادو كدم الدكلو كامته تنيه أجت نكو عصوه بورلا سهدنا بم كهما جهوي أكنانا مكسي هدا فلك فلتا غاليك تيني سسحتا مت تكيه ينيه علمت بلسهن كعصوه بورا هدا سولو معون غران كاكو بدا عكتا لغو حسيو أما سايا كسعو تو حفلة دا بلاران لغو دل بادغيو سند جورها أفراد كسو ريغي مالين تي دالكن جمهورية دا جبوتي أو غبنمي ديسا غاري waxa aad toos uga la socotaan raadiyaha iyo telefishanka iyada oo golaha raadiyoga iyo telefishanka uu qayb la xalle sanad walba ka qaato dalbaadaga iyo xuska sanad guuraha loogu dalbaadago gobolnimada isaga oo dadweynaha toos uga la socodsiya munaasabada sanad walba lagu qabto sidan oo kale garoonka kubadda cagta ee magaalada madaxda waxa kale oo taasi golaha raadiyoga iyo telefishanku sanadkan uu ku biiriyay baabuurka hadalka tooska u laliya oo dadweynaha heeso ku sii madadaalinaya inta sida rasmiga ah xafladaasi galabta ay u bilaabmayso فالبرنامج كما هو معروف وليس مؤكد بأن هناك فرقة حزب تجمع الشعبية للتقدم ستقوم بتقديم بعض الأغاني الثورية والأغاني المتنوعة الحماسية العديدة كما هناك أيضا عروض شباب المدارس التي ستقدم الذين سيقدمون مختلف عروضهم وهناك أيضا الفرق التقليدية التي ستقدم بعض الألعاب والأغاني التقليدية المتنوعة خلال وجود فخامة رئيس الجمهورية ثم أيضا
الشيء الهام هو أن فخامة رئيس الجمهورية الحاج حسن جليد أبتدون سيلقي بعد كل هذه العروض المختلفة من قبل طلبة المدارس والفرق الوطنية التقليدية سيلقي خطابا هاما إلى الأمة، بالطبع ستستمعون إليه مباشرة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. نحن هنا وكما أشرت مرارا ما زلنا وما زالت الجماهير المكتظة في الملعب الوطني تنتظر وصول فخامة رئيس الجمهورية الحاج حسن جليد أبتدون للبدء الحقيقي والرسمي لهذه الاحتفالات الشعبية بمناسبة الذكرى 4 للاستقلال الوطني. أويا مارس فريد ستة سيومسين هبتوا تحت انقريب تنكح ستة سيدا إنك إذن سوق عريسة وحا هسوق هالكي كبير أبي كوحدي أفرت مارس حزبقة إربي بي سيدا أدمغل إيسان أما سيدا أرك إيسان وحا وصور ريسيين هستي لحد حادث بان هاي لصعلا Thank you.
نوح أبه ماتاي حاج حسن قليد أبتدون الدين هي مبابرو كادتنا مماتي مماتت يعني ساهدك عن بلتهاي إدريس فارع عبانه توقحتك إديا به ينمي أساكي هايرو كدهي روي أساكده معيهتنا روي أمت اللاني نانه كالتسنا به يه أهكا أمونه أبا حاج حسن قليد أبتدون إديا مبابروي كاي الله تلعسك كادو كاي بوقتنيه أمونه أبا بابروكو أويا مويا يعيه تمه كان حاج حسن قليد أبتدون أمت كاد ربانك تفرحيه sida idin muuqata iyo sarwaxankaasi aad maqleysani waxa uu ka marakacaya oo uu tilmaamaya soo dhaweynta wacan ee diiran ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan guuleed abtidoon oo imika soo galaya garoonka kubada cagta ee lagu xusayo sanad guuraha faraag ee ka soo wareegay gobolnimada waxa dhinaca telefishanka hadii aad kala socotaan idin muuqata madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan guuleed abtidoon oo imika soo koray ama soo fuulay goobtii wufuu sharafka ee loogu talagalay sarwaxankaasi iyo sacabkaasi aad maqlaysaanina waxa weeye soo dhaweynta wacan ee dadweynaha iyo wufuuda sharafta halkan iskugu timidayba ay ugu talagaleen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan guuleed abtidoon أيها الأخوة المواطنون، وصل فخامة رئيس الجمهورية الحاج حسن وليد قبل قليل، والآن سيبدأ المهرجان الشعبي الكبير الذي أشرنا عنه قبل ذلك. فخامة رئيس الجمهورية وصل برفقة السيد فرخد جراد حمدو رئيس الوزراء والنائب الأول للحزب حزب تجمع الشعبية للتقدم، والاحتفالات أو المهرجان الشعبي بالفعل قد بدأ، والشباب شباب المدارس بدأوا يمرون من أمام المنصة الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية، وكل مجموعة تحمل صورة للرئيس ويافطة كتبت عليها عبارات تحيي الذكرى الرابعة للاستقلال الوطني. الآن أترك الفرصة للزميل إبراهيم ديني. أوي تبليس هني عند الرويت بريتاه تنكن تعم بسوعي تماي أوسن كادو تقولت منوها بحتسول لك تبتاه نهر سيبوتاي wo undaneeti sinidigir sarrakaadu sin ay bulloloonuhu mangoguralyanihiyan digirkinne abelolumoyo umunohaba xaaj xasan guleed abtidoon yemeetehya wacakaadu kaalluku tembeetehtenem naharsi ministiriyan barkhad gurad xamaduuyo wo arxalaa rasi ummata umunohaba xaaj xasan guleed elemeetekel nabamkaayu kuceni kaddhasolukinnikaah abeenih iyaneenimiy tu elle akkinnaanihinnalsiinihi kattaysinno ahka namahaytu galikaadu undaneytaka away sida idin muuqata waxa markii u horeysay ee munaasabadani ay ku bilaabantay ciyaarihii loogu talagalay wufuud sharafka hormaraya ardaydii iskuullada ee samaynaysay ciyaaraha fudfudud amase jimicsiga fudfudud ee loo yaqaano mahrajaanka. أيها الإخوة المواطنون، هؤلاء الشباب شباب المدارس الذين يمرون بانتظام أمام المنصة الرئيسية للملعب الوطني الذي تجمعت فيه الجماهير منذ الساعة الثالثة
ظهرا سيقدمون بعد قليل عروض رياضية خلال هذا المهرجان الكبير بمناسبة الذكرى 4 للاستقلال الوطني. هذه الذكرى التي يقوم ويفتخر بها شعبنا ويعتز بهذه الذكرى لأنها قدمت له أجمل هدية وهي الاستقلال الوطني بعد حوالي 100 سنة من الاستعمار. عندنايتي قلي قلي يعني هي أسد يا حيتو قلي كاني كتاب تمي قرسي قلي كادو تنا مماتت يعني كل قلي كفوحة أمونها بحاج حسن قليد ابتدون تصوير قبات الوقتباناها أسن وقرا حالكادو ديقر عادة جيتكا تولي أبريني أمونه أبه مسكدة كيفوحة تبك قرانا ماي أغتنا عند كادو توكلي دونغولي سكيني مزيكة أبتهاي وعنداني تاي نبا ماي سلاده ين عندار ريه ديني أسن أبانه ينقره معاني أكل بله نوع كادو عجائبتك أتنهي قبكا هيا قرينمي وهكينك يسنبونك إنيه أبي محمد داهر كادو إديابلي أرضي داسي كسعوتا إسكولة دا يسامي نيسا عيارها فضفضود أما سي جميع سيكا فضفضود أمهر جانكا لو يقانو وعرور آد إيو آد كفر بدن إسلامر كاسي وعرور دادودو أي آد ويرتهي سي هبكا إيو سي أوها يو سعودان وحا آد مودا كلكا آد وفيرستي قف كلي هاتي وصعودا سيدا أي إسكولة هلايان سعودكا عرور تاسي وحا أي وطان بورد أي كوكوريهين إريو وطنيا وحا إسلامر كاسي أي سيدان sawirradii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan guuleed abtidoon iyaga oo imika caruurtaasi ay soo gaareen qaybtoodii u horeysay iyagoo inta hore ku wareegayay garoonka kubada cagta meelahi loogu talagalay iyada oo meeshaasina habka ay u sameysan tahay ee loo dhigay ay tahay calankii jamhuuriyadda Djibouti. ايها الاخوه المواطنون هؤلاء شباب الذين يمرون من أمام المنصة الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية حسن جليد أبتدون، وكما أشرت يحمل في المقدمة صورة لفخامة الرئيس ثم اسم المدرسة. ما زالت وفود هؤلاء الشباب تتوافد بكثرة و بكل مجموعة وبجانب كل مجموعة من هؤلاء الشباب يقف مدرسهم الخاص وهم يمرون من أمام المنصة الرئيسية، ومنهم من هؤلاء الشباب يقومون أيضا بتحية الرئيس. هؤلاء الشباب سيقدمون بعد لحظات عروض مختلفة ومما يجب على عليه أدائها بأمانة وثبات، ولهذا كان دور الشباب عظيما وخطيرا في نفس الوقت في الحياة وفي بناء صروح المجد والرفع والازدهار بالأوطان. ولهذا اهتمت الدولة كثيرا بالشباب، لأن الشباب كما أشرنا هم أهم ثروة لكل أمة من الأمم. هو يقار حلا جوان لباتنا كملحيني أمت أمو بدا أقه جي هاي تهتنه ما السنباها عنداني تكادو تنه كل نمول فرد كهتنه سنحيلو أباستونه بحسهنه أهتو بريتو عادت ينه ين عنداني تكنه مانقو راه يندقر كادو أمك هدلسي يبولون وانا ماي نهرك تبك سكتم عندرو ينبام عنداي لك الكادو فاي اتهين مري اللحي جيل له نهارك تبل عنداني تدقر لينك عدو سرك إن إدس جميع لك اللحي جيل واهي الأره تقحتك يروك عدوه قبك برحين سرك إن لون موي ومرك لك الكادو سيوح جيل تهاي أريه نم قبك التم متناي كل نم اللي تباملا إسارة حي اللي سول وافن كن كينك ينكليل بمي تل ردناني هنا سنه بدل تايبول للأبتنوه تاي سبه تقح تكتل تكين نكادو كينه ورسلينو. مركن وحا وفود شرفك صوهر مرأيا قول وضياشا ونقيدا كالدوان حسبقا إربي بي وحنا أي وطان عالانكي جمهورية دا جبوتي أو أسدو قفكا وغو صوهر رأيا
iyo boodad ay ku qoran yihiin erayo ay ku tilmaamayaan taageerada buuxda ee ay siinayaan xukuumadda iyo hoggaanka jamhuuriyadda Djibouti. Waxa kale oo ay wataan sawirkii madaxweynaha jamhuuriyadda iyaga oo dalbaade ku soo hormaraya wufud sharafka, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Guuleed Abtidoon. أيها الأخوة المواطنون، الآن وبعد أن تمت مرور طلبة المدارس من أمام المنصة الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية، وهؤلاء الطلبة يقدرون بحوالي 2000 طالب، جاء الآن دور المركز المهني الوطني للشباب ولحماية الشباب بتقديم أو بالمرور من أمام المنصة الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية، ثم أخذ دورهم مع بقية الطلبة الذين تقدموا قبل ذلك ومروا من أمام المنصة الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، أي المنصة التي يوجد فيها كبار رجال الدولة من وزراء ونواب والضيوف والسفراء المعتمدون لدى جمهورية جيبوتي. بعد طلبة مركز التأهيل المهني لحماية الشباب، أرى بعض الفتيات أو طوابير من الفتيات وهي تقترب من أمام المنصة الرئيسية لأداء التحية لفخامة الرئيس حسن جوليد أبتدون. عمداني ترى بهدوكن لعسيتا آدو كني أوي أمكل تبتماي نهرك تبتهتنم فرعينا كني اللي حجل تم سيوي آدو كن كادو تنا نهرسي تبريتك أبتنا أكل إني تحتا ومبر لي مريفوح تبانا ماي وهي سبتها كادو أجتنا عند كني هاي هاي تحتا مزكني جرو اللي بحسانا ماي إن كنا كن جرو سنم نبم تسنبه نبم أرمعي. waxa markan wufud sharafka hormaraya dhalinta amaase ururka la yiraahdo ururkii wadaniga ee badbaadada dhalinyarada, waxana iminka qaybtan aad arkaysiin ay tahay qaybtii hablaha. ayuha alikhwatu almuwatinun, alan jaa dawr hada altabur min alfatayat allati تتراوح أعمارهم من 7 حتى 16 عاما، وقد قاموا بالمرور من أمام المنصة الرئيسية ويتوجهون إلى المكان المخصص لهم لتقديم العروض المختلفة مع بقية طلبة المدارس الذين سيقدمون، وبعد أداء فرق أو أداء أغنية من فرقة حزب التجمع الشعبي للتقدم فرقة الرابع من مارس، بعد أن تؤدي هذه الفرقة أغنية سيقدمون الطلبة عروضهم المختلفة. أويا مرسل سك فريد عسيت دكوني أمت بسم مرحوه كبري حزبها فكني تحتني قد سيني هبلي وسنا بانقذاك لكن عنداني تلقر اللي عقر لما qaybtii hore ee aad arkayseen waxay ahayd sidii hore baan idinku sheegay ururkii wadaniga ee badbaadada dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti. markan waxaa soo socda uu fuud sharafka soo hormaraya gulwadayaasha unugyada kala duwan ee xisbiga RPP uu ku leeyahay magaalada madaxda, hase yeeshee waxaa goobtii loogu talagalay ku dhammaaday oo joogsaday dhalinyaradii ka socotay iskuullada magaalada madaxda ee sameynaysay ciyaaraha fudfudud amase jimicsiga fudfudud ee loo yaqaano mahrajaanka. waxaa kale oo heesahoodii halkii ka bilaabay kooxda 4 Maars ee xisbiga RPP. Oh!
أيها الإخوة المواطنون، بعد أن أدت فرقة الرابع من مرس التابعة لحزب التجمع الشعبي للتقدم هذه الأغنية، الآن سيبدأ طلبة المدارس العروض أمامهم لتقديم العروض المختلفة للجماهير لفخامة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والنواب والسفراء المعتمدون وكبار الضيوف والجماهير المحتشدة. هذه العروض ستكون بالطبع عروض مختلفة من قبل هؤلاء الطلبة، طلبة المدارس، التي أشرنا أن عددهم يصل إلى حوالي 2000 طالب. الآن أعطي الفرصة لزميل إبراهيم ديني. أهو يا توقعتكي مري إسي آدوليهي عنداني تيتوبري تدر سهتكاني سنساميكا إدلونوه قبط كادو تنا حلوكو من قبسو إلي هايني لونوه بسون أكل كادو ديجر عادة اللبنينا أي بللونوه ومنو حباي أغتنا فاكتن أبوبتي اللي هبارو هفاكيني يهي مراي ومرين كيه كوا قاستليهي تولي قدن كادو قبل التنو علان كيبر واقضا الله يرتمي وحاي كميد هاي هسي أي نغو قاديين كوحدا أفر تمارس حزبيغا إربيبي مركن وحا عيارتو دي bilaabay dhalinta iskuulada ee sameeyneysa ciyaaraha fudfudud waxna ay markan arkaysan dhalintii oo sameeyneysa ciyaarihii fudfududa iyaga oo aad moodid gacanta sida habka ay u qaadayaan in ay tahay qof kali haatay oo gacanta fidinaya oo ayna lahayn mid kali haatay oo dhalinta intaas la eeg kamid ah oo gacantiisii dib u reebaya. Markan waxa ay sawireen calankii jamhuuriyadda Djibouti. Badat uruud talabat almadaris wahum qad astafu fi as-saha al-mukhassasa li al-mal'ab wa yu'addun بعض الحركات التي تظهر العلم، علم البلاد المكون من اللون الأخضر والأزرق والأبيض. براك ميقدا فوحك ودير أبانه ينمي حسن حسمي أقتنا ينكينه أمونه بنديرتكن وري السماي أسن أجد يكن مقلتو اللبه للنكادو نبم معهي وره كادو تلتك ويتنتا سلو يا بكرا عنو وحا عيارتو دي دلوينوه اي سوين اوغوقو شوعان و اي اوغوبوغين ارضي دا اسكول دا يسامين ايسا عيارها فضفضد او سيدا ايدين كم مغتاها دياد كلا سعوتان لنعا تلفزيون كا عرورتاسي هبكا لوسو تبابري اي هبكا اي اوقاديان gacanta aad moodid qof kali haatay oo gacanta fidiyay waxa markaasi ay sawirayaan calankii jamhuuriyadda qaybta soke adarkaysan waa qaybtii akhtarka ama seedooga qaybta shisha waa qaybtii buluukiga qaybta dhinaca bidixdu waa cadaankii oo xidigtii ay ku dhex taalo طلبت المدارس ما زالوا يواصلون أداء العروض المختلفة وكل واحد بيديه قطعة من القماش ذات الألوان، مجموعة منها تحمل اللون الأخضر وأخرى اللون الأزرق وثالثة لون أبيض ورابعة لون أحمر، بالإضافة إلى الزي الموحد لهؤلاء الطلبة وهو الزي الأبيض. ما زالوا يؤدون هذه العروض أمام الجماهير المحتشدة. دف سل حمك حمك دبحس
وكاي كبل فوح مكة الدهانا عدو حلقتوي عسى حلقتوي إن ديدي بلحين حلوكا كادو قبات إجابرينيه وكل أغتنهن كينو علم كين يسحى سينمي أسن أكل أبانه ينان ديجريلي أوي جرسيك بوفن يفكنينيه أبانه ينان ديجري تيبانيك كرو الرعاك أبان ديجري معنى لهي كتاتانام وهو كحيهينيه يني ميزيك كهيينا أوي محمد داهر الزينه تابسيو dadweynaha kasoo qayb galay munaasabadan ballaaran waxa ay si weyn ugu qoshoocen habka iyo hanaanka ardayda iskuulada ay u soo qaateen tababarka ciyaaraha fudfudud iyada oo dhalintaasi ay muujisay ciyaarahaasi kartida lahaad kale ee ay u leeyihiin dadweynuhuna si weyn ayay ugu bogeen oo ay ugu qoshoocen habka dhalintaasi ay u sameeyaan jimicsiga fudfudud ama se mahra janka ايها الاخوه المواطنون الطلبه ما زالوا يواصلون تقديم هذه العروض المختلفه ويجب الاشاره بان هؤلاء الطلبه يؤدون هذه العروض بمصاحبه قطع موسيقيه وهذه القطع الموسيقية التي يستمعون إليها يقومون عن طريق الاستماع إلى أي لون من الموسيقى يقومون بأداء حركات معينة وفي الحقيقة أنهم يؤدون هذه الحركات بإتقان ونظام بديع أعجب الحاضرين وعروض الطلبة لقيت تصفيق حاد من قبل المسؤولين ومن قبل الجماهير التي تشاهد هذه العروض المختلفة لطلبة المدارس أعندانيتي أباهيان ديجير قراك مقده فوحاك ودير أنفكاك ليه تندقوت لقعياناك وقاسيتاي داف سول حميك حميك كب كاد إدياناه وكاي كبل وقتاناه كن ديجيري معاني اللي قدام كلوك يا بميزيك يانيه إسوك يا مال تباسيتان عندانيتي أفرحت كهبانم رسي أمبادع كهجيه جوان لباتناكي ملحن هيرو ملحن هيتو أيرو مسكدا بلنتا سمين ساعة عيارها فتفرد وحا أدموضاه أو كموقتا habka ciyaarahaasi ay u sameeyaan tababarka wacan ay u soo galeen ciyaarahaasi iyo kartida buuxda ee dhalintaasi ay u leeyihiin ciyaaraha jimicsiga fudfudud ee mahrajaanka habka gacanta ay u qaadayaan habka ay jimicsigaasi guud ahaanba u sameeyaan waxa aad moodaa oo ka muuqata in haba yaraato ee mid ka mid ah dhalintaasi unan gees uga wacanaynin dhalintaasi inteeda kale taasina waxa ay muujinaysaa tababarka dheer ee dhalintaasi ama saaruurtaasi ay u soo galeen ciyaarta jimicsiga fudfudud ayuha ikhwatul muwaatinuun haula shabaab طلبة المدارس في كل لحظة يقدمون عروضا مختلفة تلاقي إعجاب الحاضرين الذين يعبرون عن إعجابهم بالتصفيق الحار لهؤلاء الطلبة الذين يقدمون هذه العروض بفضل الجهود التي تمت من قبل مدرسيهم خلال التدريبات التي جرت قبل هذا اليوم المجيد يوم 27 يونيو بمناسبة الذكرى 4 للاستقلال والتي نحن من هنا من الملعب الوطني ننقل لحضراتكم مباشرة على الهواء وعن طريق الإذاعة والتلفزيون هذه الاحتفالات أو المهرجان الشعبي الكبير الذي يقام بهذه المناسبة الشباب هم أهم ثروة لكل أمة من الأمم هم الحاضر الزاهر والمستقبل المشرق هم العنصر الأول في السير بالوطن نحو الأفضل نحو التطور والرقي والحياة السعيدة
الشباب هو الجيل الذي يقع على عاتقه مسؤوليات عظام، مسؤوليات يجب عليه أدائها بأمانة وثبات، ولهذا كان دور الشباب عظيما وخطيرا في نفس الوقت في الحياة وفي بناء صروح المجد والرفعة والازدهار بالأوطان. ولهذا اهتمت الدولة بالشباب، ولأن الشباب كما أشرنا هم أهم ثروة لكل أمة من الأمم. تبري التدار سكادو سنسامي الدلونو قبحسك وكروكو وكدهاي وكاي جنبي الدروبا أبندقر يسلب بينيه سرماني هيرو عمبالتهاي عندانيتاي دولت ومقدلكا أسنبانم يسنب بينيه قراك مقدل وكحسانا فوحه ودير الدقاحانا قباي كبول الدي حسن أسن قبا رهروبا وكلب هانا مها الدكادو كينك معنا ليه عندانيتي قرسهيا أبيتو أكلي سنم نبم تتسنب به أو يكادو تلتني النتا محمد داهري يابليه madaxweynaha jamhuuriyadda uu fuud sharafka iyo dadweynaha halka isugu yimidayba waxa ay ku farxeen oo ay u qosooceen habka iyo hanaanka dhalinta amaase ardayda iskuuladu ay u sameeyeen jimicsiga fudfudud amaase ciyaaraha fudfudud ee mahrajaanka loo yaqaano dhalintaasi oo marka gacanta ay kor u taagaan marka ay sacabka ku dhiftaan baad moodid qof kaliya isla markaasina aynad ka arkaynin amaase ayna ka muuqanin mid kali haatay oo dhalinta inteeda kale sacabkiisa dib uga dhigaya taasina waxa ay muujinaysaa dhalintaasi tababarka xoog leh amaase lahaad kale ay u soo galeen ciyaarahaasi dadweynaha hawada nagala xidhiidhayo markan waxa bilaabmay ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka oo iminka soo hormaraya wufud sharafka waxana u soo horeeya ciyaarta sida weyn dalka jamhuuriyadda Djibouti looga yaqaano ee ah ciyaarta walwalaha أيها الأخوة المواطنون، انتهى دور طلبة المدارس من العروض من عروضهم التي قدموها للجماهير، والآن جاء دور الفرق الوطنية أو الفرق التقليدية المختلفة لتقدم عروضها التقليدية ورقصاتها الشعبية أمام فخامة الرئيس، أي أمام المنصة الرئيسية التي يوجد فيها فخامة الرئيس وأعضاء الحكومة والنواب ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدون في جيبوتي وكذا كبار الضيوف، وأيضا ليقدموها أمام الجماهير في المدرجات الأخرى. وهذه الفرق بالطبع عديدة، وسنواصل التعليق على أدائها والأغاني التي تقدمها عند وصولها أمامنا، أي أمام المنصة الرئيسية التي يوجد فيها فخامة الرئيس حسن بوليد أبتدون وكبار رجال الدولة والضيوف الذين حضروا لمشاهدة هذا المهرجان الشعبي الكبير الذي يقام بمناسبة ذكرى الرابعة للاستقلال الوطني. كما أننا نود أن نلفت انتباه السادة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات أننا ننقل لكم مباشرة وعلى الهواء وعن طريق الإذاعة والتلفزيون وقائع هذه الاحتفالات الشعبية التي تجري في الملعب الوطني. Thank you.
المواطنون الفرقة الثانية التي تقدم الآن عروضها أمام المنصة الرئيسية لفخامة رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والضيوف. كانت عروضها عبارة أو مستعملة في هذه العروض الرمح والمترس، وكان يتقدمان شخصان ويقدمان هذه العروض بواسطة الحربة والمترس. كل واحد منهما لديه الحربة والمترس ويقابل الآخر أي بطريقة مبارزة. طريقة أداء الألعاب في هذه الفرقة، يتقدم الرجل من صف الرجال وامرأة من صف النساء ويؤدون بعض الحركات على أصوات التصفيق الذي يقوم به الجميع أي النساء والرجال. هو أسد دحليك كم دقيقة تجحت فيه لما راكي سيمري فنت يكهي وك لم سيمري فرد حلاه سيلم لما ري فرد حلته سدع جرها نمو ينملو وك تبكى كعتك إيت اللك أبن دقيقة تبلين إنك عليها وإلا بقول هاي تن إنك اللي أنا أسد دحليك كم دقيقة. أيها الأخوة المواطنون، ما زالت هناك فرق عديدة ستقدم عروضها
أمام المنصة الرئيسية. الفرقة التي كانت قد قدمت قبل قليل عروضها انسحبت وأتت فرقة أخرى، وهذه الفرقة ستقدم عروض معروفة بالآلي أمام المنصة الرئيسية. وبالفعل قد بدأت الآن بتقديم هذه العروض التي تسمى بالآلي. أو يا توقع تكي لالي كفي نذكر كن اللي حج الكماي سينم ك لبنم كادو ستة لكبتها أو كائن لبن نكادو تنا بدل تيبول التبليه دون قلو كادو كتاب بين النك لراديو مركب. والثاني خنجر ويقومون بالدوران على نغمات الطبل. عيارتن او ددوينه سي اده اوغو سعبيهي وعيارتن لو يقانو كامبلالي اوي ابو لك سكتيني مي فلود ديجري فلود ديجري اللي ابن النكادو أوي ما كجر الكاد دجرنا هاي يطيح توعدنا فلو أروح الأبانم عيارتن أو سوين دلوينه أي وجوق الشعان إسلام مركزي أي وجوب بجن أو أي وجوس عبيين وعيارتها لو يقانو فلو. أيها الأخوة المواطنون، الرقصة التي شرحتها لكم قبل قليل وأدتها هذه الفرقة تسمى برقصة الفلو. زالت الفرقة تواصل تقديمها وتقديم الرقصات الشعبية التقليدية من جانب الرجال والنساء على أصوات التصفيق والطبلة. وأداء الرقص يتقدم اثنان من الرجال وواحدة من النساء، وتقف هذه في وسط الرجلين ويعدون رقصاتهم على أصوات التصفيق والطبلة. أيها الأخوة المواطنون، الآن تقدمت فرقة أخرى من الفرق العديدة التي قدمت بعض العروض المختلفة أمام المنصة الرئيسية، وهذه الفرقة تقدم عروضها أو رقصاتها الشعبية على أصوات الطبول. يتقدم اثنان من جهة واثنان من جهة وهم متماسكين ويأتون عروض شيقة. لقيت أعجاب الحاضرين. سنمين كيه أمره دي كركادو نبام يسكوتينيه كرام بوليس دوحك إن إدتا كمي بوراك الدال أفرن مقوباه نما يكبوتينيه أماتكو يالو يالو دايو عدنا أده قلوفاً رد يانا أبن ديجري أدقريه معاني اللي تاكينا سنامي كينا كينا ملوهي أنك كبور دهاي ديجر نبام كينيك يسكوتين عيار كاستباوها إلا دهاي حبلو عيارو إيو هنان هوري لوغو دجيي كوح كاستباوها إمان تهالكن لاتمي دي عيارو كالدوان
oo dadweynuhuna ay si aad ah uga heleen ciyaartan markan aad la socotaani waa sidii hore baan idinku sheegay ciyaartii la magac baxday Radstad Wadi amaase Azucaadi waana ciyaar si weyn looga helay oo hannaanka loo ciyaaray uu yahay mid aad uga duwan kuwii horay aad u soo aragteen. dadweynaha hawada nagala xiriiray oo ciyaartan aad la socotaan sidii aan idinku sheegay waxa ay tahay ciyaarta loo yaqaano horra hase yeeshee ciyaarta ka dambaysa ee ku xigeysa ayaa ah ciyaartii aan idin sheegay ahayd Malabo. Rakki li cundanay tahay ka dhamaray inkinah booda haddal sinam tixa umannas leta brehey wookya brenehey gadabaha kaadu tunna digrah yammari nabad itad dayonu na kilwaa hurraddat kaadu tunna malabuddungul uwaktab leni taabbenehey wo sitat dayoweenik saay urihe hurri gaba makalinnay isu gaballi kalarahala malabukan higgilile. Away gabakale horey horal xigiltu ay tama Malaboy Malabo kaadutun naasa yubahta ablitun. Waxaad la socoteen ciyaartii magaciidu ahaa horra markan waxaa idinku soo maqan ciyaarta loo yaqaano Malabo oo haweenka u gaar ah. Ayuha al-akhwat al-muwatinun, baada an qaddamat hadhihi al-firqa baad al-aghani al-taqlidiyya جاءت فرقة أخرى وهي مكونة من النساء المزينات بالحلي التقليدية وهذه النسوة
سيقدمن بعض الأناشيد التقليدية معروفة بالمالابو، والأغاني ستقدم بمصاحبة الطبلة والنسوة التي يبلغ عددهم حوالي 8 أو 9، كل واحدة معها خنجر تؤدي الأغاني وهي ترفع الخنجر، وهناك سيدتان، الأولى معها سيف والثانية معها خنجر أيضا، ويؤدون أغاني تقليدية. سكتين مي ملابوي أو اعتقد تكي بتر تكين دقر كادو اللي حجيل المي ودقر كادو قبلته نوه أكبوك توعمي أبوك سكتين مي مبلو أبهين سيوكني وسيوه لك الكادو لبهاك أقبو يتكددت دقر كني بتر بعس التم عيارتي ملابو يعني الله سعوتين مركن وحا صوب بدلية وفوضة يبين قصوها إساء عيارتا sida weyn loo yaqaano ee ah ciyaartii batar Thank you.
بعد قليل سيقدمنا الألعاب أو الأغاني التقليدية المعروفة، وهناك أيضا اثنتان يحملان خناجر، وسيبدأن الآن بتقديم الأغاني التقليدية. وقد قمنا بتقديم أو بعمل حلقة دائرة، وتقدمت اثنتان في هذه الدائرة، كل واحدة لديها خنجر، وسيقدمنا بعض العروض التقليدية. عيارتن إميكا لهور كيني قوبتا وفود شرفكا هورتي ذا أدل صوتاني وصل مركزنا بدشي عيارتي بطرقو وعيارتا لو يقانو هلو يرير هلو يرير يعتدي قل النكاد وقاستا ركبين معاني كينك اللي ترى إن أنا مسهم بركاته بلين إنك اللي بدلت يقول لي ليه يا مرك. وريهي تبليني مي هلو يار يار كاكيان ديگري وو ديگر اواي كادو ركركية اقبئ اللي ديگرن تبليني ناكليه قوبا كمو انكيه ديگري سانهاي ولك اللحقل توا ديگري توقح ديكي اسون قبل ديكرا ديكري قبلي كاكي ديحيان ديگر كاتاتلي ميا وريهيانام تبليني مي هلو يار يار
ciyaarta gublaha loo yaqaano ayaa dhowaanta idinsoo gaarjuntay iyadoo oo bedeli doonta ciyaartan iminka aad la socotaan oo ah ciyaartii loo yaqaanay helo yaryar. ciyaartii helo yaryar intaasi ayay ku dhammaatay. adigiri goblay dhecistahay goblay kaakah yanutcdina gob gabatya bureenihi wo amotelihanah yaniinihi wohisabatahkah abinimilinaklihi digir macani kaadu taaluwaytanna sineh waggaasta. ciyaar si weyn loo sugayey isla markaasina ah ciyaar si weyn dadweynuhu ay uga helaan ayaa markan hortiina timiday, waana ciyaartii zayliicidii, waxaana ay ciyaartaasi soo gabagabaysay oo ay soo dabayaaqaysay ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka ee maanta loogu talagalay munaasabadda sanad guuraha afraad ee ka soo wareegay gobannimada.
خطاب فخامة رئيس الجمهورية الحاج حسن جليل أبتدون. تكيسا هذا كباهك هتابرني أمونه أبا حاج حسن جليل أبتدون يحوى خطبة مركان وحا إذن كسو فضل مدحوينها الجمهورية دو قطبة دي قاية هلا هاي دي ددوينها وجهدين أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفتح النصر إن شاء الله. بل هاتني إن أنيق الله السعودي وإلهين إلى السعودسيي وقتك هالكن إلا بدعي عياراتك يا أبت كينا وقت إلا كاني يا رقي الدمر با وقت أي مادين هالكا إن كستو كي جاتك كباساي وحافظها كالداوان أيو هذا الكيننا آدي السنعي ودقي السنعي هدو إلهي جرنسي ما انت هالكني وحاكو بوحدة سند قوريني أفراد sida runta in xurriyad keenna gacanta ilaahay inoogu riday way waxaanu soo maray waqti dhibaato oo dadka qaarkood wiswis oo ka qabay xurriyadka waddankani ilaahayna ina garansii shicib weynowna meel weyn ayaa dunida ka gaarsiisay mahadda idinkaa leh ilaahay baana leh kolka innaku kolkan innaka leeyahay waxa weeye gabigeenaba waxaanu qabsannay dariiq gooni ah oo kolkan gooni leeyahay waxa weeye dariiq innaka asaaskeenna aad iyo sanay ku adkaynaya innaku oo si wanaagsan isku ogaana iskula soconna haddeer toole midba telegram iga soo diray halka oo wuxuu leeyahay miyaa la nayloobay kolka waxa jawaabkiisu uu yahay bal ardiga sida lagu og yahay sida talada loola socdo inaad fiiriso iyaa wanaagsan raddal jawaabkii weeyaankaasi warkii aanu celinayaa kaasi kolka in dhibaatadayna soo gaadhay macnayaal badan ayay lahaayeen sidaan sheegayo xurriyaadka waxaa ka culus dhismaha sidaan horeba u sheegnay dharaartan gacanta ku dhignay xurriyaadkeenna iminkii haatan galabta hadalka laydinku badin maayo inkastoo sida aan madaxa hore ka soo sheegay arrimuhu ay yihiin waxaanse taataabanayaa dhowrshii dhowrkaasi oo ah in arrinta ugu horreysay wax badan baa laga soo hadlay halkan arrinta muhiimka amba ugu culus amba ugu dhibaato badan amba dhese nafteennu ay ku nooshahay ambase dadkana bedeli doonaay cilmiyadda loo hagaajin doono waxaan ku soo koobi doonaa arrinta laba shii baan ku soo koobi doonaa oo xag midda u horreysay
ay dhalinyarta tahay soo koraysa ee iskoollada ku jirta amba haysaba. Tan labaadi waxay tahay oo taa weliba ka koraysi waxay tahay in naftu ma noolaanayso miyi iyo magaalo haddayna jirin biyo la cabbo oo dhibaatada lagu qabo aan aad iyo sanay ula soconno. Waxaanan ogahay oon xisaab u samaynay ambase ku talagalay inaan meel alla meeshii biyo laga helaayo si amba xagga beeraha amba xagga caabka amba xagga xoolaha loogu talagala intaba qiyaasteedii baa lagu jiraa. Hadduu alla nala qabtana labadaashii waan ka soo bixi doonnaa haddii alla idhaahdo. Ta tacliimta ambase iskoollada sida afka kale ku taqaaneen waad og tihiin inaan aad iyo sanay u ballaadhinay oy dhibaatadu sidii hore durbaba ay ka soo yaryaraanayso loodhan jiray intaasoo kumayaal baa laga saarayaa amba intaasoo kumayaal baa meella. Insha allah hadduu ilaahay yidhaah waa lagu dadaalayaa waana la ballaadhinayaa. Doorkii hore waxaan idiin sheegay in inta tirooyin badan aan ku gaadhnay afartaa sannadood tira kolka la soo qaado waxaa la odhan karaa afar sannad wey afarta sannadood waxa isweydiin leh miyaa la wada shaqeeyay afarta sannadood kolkaa waa maya. Laba sannadood ambase sannad iyo badh shaydaan socsocda amba hagoogan amba meel godan ku jira unbaa xarbeedeedu ahayd aan si caqliga sidee loola kashanayaa shicibkana sidee wax loogu qabanayaa. Sannad iyo bar horta saasay nagu dhaaftay gebigeedu. Shuqulka aan qabanay waa laba sannadood oo malyaan wey. Kolka labadaashii hadduuna cilmiya jirin amba iskooladu jirin ta islaamnimada iyo ta kale ee quuda daruurgaba labadaa aad iyo sanay iyaa loogu talagalayaa. Dad dawaailka qaarkood ee saaxiibadeenniina waxay ku talagaleen aad iyo sanay inay wax noola qabtaan, xeerna waa loo dhigayaa, xeerka iyagoo ku soconaya oo waddanka sida uu yahay ku gudbinaya iyaguna. Kolkaa maanaan damacsan caawa inaan idinku dheeray aniga oo kolkaan mas-uul leeyahay dhibaatada halkaa maanta farxaddiinna ka gaadhay iyo wakhti aad u timaadeen iyo sabuucan oo dhan idinku oo dhibaatada ku jiray inaan galabta idinku dheereeyo maan rabo. Waxaanse odhan karayaa in warka baabaahintiisa badan wixii badi aan khudbada ka akhriyi lahaa halkani waxaad ku arki doontaan jariidada waddanka ambase raadiyogeenna iyo telefisyoonka iyo aad iyo sanay idinku balballaadhin doonaa oo idin warramaya. Waxaanse leeyahay oon hadalka ku soo koobayaa Caruur iyo Cananuug iyo Sooreys iyo Waxgaradba shicibka waddankan ku noolow Ilaahay ha idinla jiro. أحوك سجي خطبة قبك له أوي أبا وبهاي شعبي تقحتك إيش قبل لك الكلي قبك له شعبي بودل كا عم بره هذاك إنه أوبلمي قبك هيا غرني سنا ممكن نهاي كدمك كا كنا وياكل كا كا غرني أوي تقحتك وأنا قبل لك التيش عبد به ويش قد الله هاي وكيك إيش أربي تلي مرحوينها جمهورية دوم مدن حسن قولي ربطيدون كذي مركي أولا ما يقول بدي qayaha lahayd ee uu ka jeediyay xafladan ballaaran ee lagu xusayo sanad guuraha afraad ee ka soo wareegay maalintii dalka jamhuuriyadda Jabuuti uu gobolnimadiisa gaadhay waxaa iminka uu salaamayaa dadweynihii faraha badnaa kooxihii ee isugu jiray
kooxihii hidaha iyo dhaqanka dhalintii samaynaysay ciyaaraha fudfudud isaga oo ugu mahadnaqaya barnaamijkii wacnaa ee sida weyn dadweynuhu ay ugu qushuuceen ee ay maanta ugu soo talagaleen xafladan ballaaran ee lagu xusayo sanad guuraha afraad ee ka soo wareegay maalintii dalkan jamhuuriyadda Jabuuti uu gobonimadiisa gaadhay madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu weli ku jiraa salaantaasi isaga oo ay barbar socdaan wufuud sharafkii la socotay oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga RPP mudane Barkhaad Guurad Xamadu guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga RPP ahna wasiirka howlaha guud mudane Cumar Kaamil Warsama wasiirka arrimaha gudaha ahna qasnajiga guud ee xisbiga RPP mudane Idris Faarax Cabane wasiiro fara badan iyo wufudii dhammaan la socotay oo madaxweynaha jamhuuriyaddu isaga oo gacanta u haadinaya kooxihii kala duwanaa ee barnaamijka haboon maanta ku soo bandhigay xafladda ballaaran ee lagu xusayo sanad guuraha afraad ee ka soo wareegay maalintii dalkeenu gobonimada gaadhay أيها المواطنون لم يبقى لنا سوى أن نقول كل 27 يونيو والشعب والقادة والحزب خير كل 27 يونيو وبلادنا الشامخة وعزيزة ومزدهرة كل 27 يونيو وكلنا لدينا الكرامة والعزة تحية إلى زعماء البلاد وإلى فخامة رئيس الجمهورية الحاج حسن جليد فدون تحية لكل الذين ناضلوا ويناضلون من أجل الوحدة الوطنية أريد أمنا هبا الشعبي وعصبور الكاه أما دقير إيه يندك إن تبا ماي أو يهتوقع إن يندبه سنم نقر الكادو نبام منقوه بتتيع عرايو اللي تباك سجي كبينه كل أمنا هبا القبل تبساه يحينك إن قلنا سماي أمنا هبا نقايتينو كينهن كهبه كل نموه سلام كادو تنا قحسه أك أما أمبادا أكه بيتنا يروه كسيت أبهينيه كور له تم مسكدا هاي وكيكي ان اليميتي انكك غور واهيان اففن يوعيه ومنها باوي كته جنان كادو دغرت نهارسي منستري عمر كامل ورسما يا حزبك لما هتبس بريزدان انو كادو ال دي سو منستري يعني ادع حاجه ده منستري ادريس فار عباني كادو تنا اد يعني رسي ابو تكادو نبمت مجهي ومنها بدا شبعك يوعيه اويا اففن كن يوعيني waani akla baxu guyeni wokkinni gabad kaltuwaytam madaxweynaha jamhuuriyaddu gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane xasan guule dabtido markii uu dhameeyay salaantii iyo mahadnaqii uu jeedinayay dadkii iyo kooxii isku soo dubariday barnaamijkii haboona ee ballaadnaa ee maanta lagu soo bandhigay xafladda lagu maamusayo sanad guuraha afraad ee ka soo wareegay gobonimada waxa madaxweynaha jamhuuriyaddu imika uu ka amba baxay garoonka kubadda cagta